النهارده زي ما احنا متعودين من خلال تطبيق جوجل ماب وبالتحديد من طريق صلاح سالم. الخريطه المريه لغايه دلوقتي يعني زي البدايه بتاعتنا دائما، يعني اللون الاخضر هو اللي بيبقى غالب في صلاح سالم، خلاص اتعودنا ان ده المنظر صباحا الى حد بعيد. زمان كان لو تفتكروا صلاح سالم ده كان لون احمر على طول، دلوقتي الحمد لله افضل كتير. طلعنا 6 اكتوبر، 6 اكتوبر النهارده في ازدحامات بدري خصوصا في الاتجاه مصر الجديده، لكن بعد كده بتقل الى حد بعيد، بترجع الازدحامات في الاتجاهين بعد كده في منطقه غمره ورمسيس دي اللي احنا متعودين عليها، بتكمل معانا لغايه كورنيش ماسبيرو. كورنيش ماسبيرو في الاتجاهين النهارده برضو في كثافات عاليه الى متوسطه وصولا لمطلع 15 مايو، 15 مايو برضو واقف الى حد ما، لكن بعد كده بتطلع 15 مايو الاجواء بتبقى افضل في الاتجاهين، تعدي على منطقه الاصلاحات، لكن دلوقتي بقت افضل حالا في الاتجاهين، شايفين ما فيهاش اي نوع من اي ازدحامات. مكملين بعد كده بنوصل لطبعا منطقه بقى اللي احنا بنشهد فيها الازدحامات، او اللون الاحمر بدا يظهر على طول، لون برتقال اللي هو الكثافات متوسطه العاليه، كثافات عاليه جدا اعلى ميدان لبنان والدايري، المنطقه دي دايما متعودين على هذا الشكل اللي بيبقى فيه كثافات عاليه، بتكمل معانا دايما لمدينه السادس الاكتوبر خصوصا في الاتجاه النازل من اكتوبر للزمالك او وسط القاهره، دايما هذا الاتجاه في هذا التوقيت اللي هو الذروه الصباحيه دايما بنشهد فيه كثافات عاليه، فدايما بنقول لحضراتكم المتجه من الشرق الغرب بشكل مباشر او العكس، في العديد من البدائل المروريه دلوقتي موجوده الحمد لله، بنوصل بنستمتع برحله مروريه سريعه وفي نفس الوقت بتبقى ممتعه، ما فيش زحمه، ما فيش وقفات، وما فيش يعني بتبقى الاجواء لطيفه جدا، ربنا يوصل حضراتكم بالسلامه. خلينا سريعا نروح نعرف النهارده ايه متوسطات الاسعار ونشوف مواعيد الصلاه.